كوب كيك بدون غلوتين بدقيق الارز ساهل بمقادير بسيطه كيجي رطب وزوين. بقاو معايا حتى الاخير. غادي نحتاجو لهاد الوصفه جوج حبات ديال البيض، 50 غرام ديال السكر. 50 غرام ديال السكر وجاتني حلوه، هادشي لانه دقيق الارز كيكون حلو، فديروا ما بين 35 حتى 40 غرام ديال السكر فقط. درت نصف كاس ديال الزيت البلديه، ممكن تعوضوها بالزبده اولا الزيت اللي نتوما كتستعملوها، زيت الكوكو. غادي ندير يوغورت طبيعي، ممكن تستعملوا الحليب فقط الا بغيتوا نصف كاس. غادي نخلط مزيان هاد المقادير وغادي نسمهم بالحامض وقشور ديال البرتقال وقشور الليمون، ولا بغيتوا فاني تقدروا. غادي ندير قبصه ديال الملح وغادي نخلط هنايا دقيق الارز معاه النشا الذره. فهنا تقريبا عندي 100 و125 غرام ديال دقيق الارز معها 100 غرام ديال النشا الذره. وغادي ندير الخميره ديالي اللي بدون غلوتين حتى هي، وغنخلط جميع المقادير بهذه الطريقه. ضفت هنا واحد نصف عصير برتقاله وغادي ندخلهم يطيبوا في فرن مسخن على درجه حراره 180. وهادو هما لي كوب كيكس ديالنا، كيجيو رائعين، كيجيو لذاد بزاف. كيما قلت لكم السكر ممكن تنقصوا منه اكثر، فانا في الوصفه هنايا كاينه 50 غرام ولكن جاوني حلوين بزاف، فممكن تنقصوا السكر كيما قلت لكم. هذا هو الفيديو ديال اليوم، الى عجبكم ما تنساوش ديروا لايك، تبارطاجيو مع اصحابكم وحبابكم. تلقاو فيديو اخر ان شاء الله، شاركوا في القناه ناس مازال ما مشتركاش. خليتكم على خير، تهلاو صحيحتكم والسلام عليكم.